بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أهلا بكم يا شباب، أهلا بكم يا بنات. كلمة مخصوصة موجهة لورش العمل. ورش العمل دي من أغلى الحاجات اللي واحد عملها على النت، هي والمنتدى، يعني منتدى عمري خالد دوت نت وورش العمل على عمري خالد دوت نت، من اغلى الحاجات اللي في حياه الواحد. ولذلك كل شويه نقعد نطلع فكره جديده ونطور حاجه جديده، وما بنبقاش تقليديين، وكل شويه نقول طب ما تيجي نعمل الفكره دي، طب ما تيجي نعمل الفكره دي. فانا بقى جاي لكم بفكره جديده وجامده جدا، وان شاء الله تعجبكم وتشاركوا معانا فيها جامد جدا جدا جدا. عندنا ورشه اسمها فكر لمصر، صح؟ كان ماسكها احمد طه، والورشه دي اشتغلت وتحركت وما شاء الله طلعت افكار كتيره جدا جدا جدا. تيجوا نطور الفكره ازاي؟ فكر لمصر دي المرحله الاولى. طيب افكار افكار افكار، تيجي نتنقل للخطوه اللي بعديها، ايه هي؟ تيجي نعمل ورشه نسميها خطط لمصر. يعني ايه؟ مشروع في خطه، والمشروع يدرس كويس، ونختار مجالات هنحط فيها الخطة علشان نتنقل بعد شوية لورشة جديدة نسميها نفذ لمصر، وندخل يعني ما علينا، مش عايز أسبق الأحداث. لكن احنا عملنا فكر لمصر. أنا بطالب الآن من شباب المنتدى ومن شباب الورش ومن شباب صناع الحياة، عايزينكم تنضموا معانا في ورشة اسمها خطط لمصر. هتشتغل في 6 مجالات: تعليم وصحة وإسكان وعلاقات دولية وتكنولوجيا ويعني وبحث علمي. 6 مجالات، 6 مجالات هنشتغل فيهم. هتقولي طب وايه الجديد بقى؟ عملته لنا في الاول كل شويه هنطور يعني ايه؟ بس كل اللي انت عملته ان انت حولت من فكر لمصر لخطط لمصر، هي ده الموضوع؟ لا، الموضوع جاي. خطط لمصر دي ورشه هتبدا تتفتح بسرعه جدا النهارده، وهنعلن عنها في بكره احلى يوم الخميس عشان ناس كتير تخش فيها. لمده 20 يوم الورشه تبدا تطلع افكار، وهندي لكم مراجع ريفرنسز ترجعوا لهم من ناس متخصصين في كل مجال. طب وايه بقى؟ ايه الجديد؟ يوم ما تاخدوا الاجازه 1/7 نعمل ايه؟ يوم 1/7 نعمل اول مره مسابقه بين مجموعات خطط لمصر. المسابقه دي في كل مجال من مجالات الستة ينضم مجموعات، كل مجموعه 5 انفار، ونعمل مسابقه بجوائز رهيبه. خطط لمصر، ماذا لو كنت وزيرا في المجال الفلاني؟ انت الوزير، ونجيب لك ريفرنس لواحد وزير او لواحد متخصص في هذا الموضوع، وتقعدوا كل مجموعه 5 في ضوء اللي بيقوله الوزير دون، وفي ضوء فكرنا اللي قايلينه في صناع الحياه من زمان، خطط لمصر في المشروع ده. ومسابقه بين مجموعات 5 5 5 5 5 في كل مجال، وجوائز ماليه ضخمه. ولا مش جوائز ماليه ضخمه، لا جوائز ماليه جامده يعني فعلا فعلا. امتى؟ بعد رمضان على طول. يعني تقعدوا 2 شهر تشتغلوا في الورش ومراجع وتقروا وتطلعوا الخطه، تطلعوا معانا في بكره احلى. كل مجموعه كسبت في ال6 مجالات نستضيفكم، ونستضيف معانا الوزير او الشخص الريفرنس اللي احنا اشرنا عليكم فيه يحضر معانا، واحنا بنعمل مين الفريق اللي كسب. ففي جايزه ماليه ضخمه، وفي جايزة معنوية يتعرض في بكرة أحلى، ويحضر الشخص الوزير أو وتناقشوا معاه مشروعكم، ويسمعكوا الناس كلها. ورشة خطط لمصر، فهمتوا هنشتغل إزاي؟ طيب هنيجي في كل مجال ونحط لكم لينك، اللينك ده لشخص متخصص في المجال ده ترجعوا له. فاحنا قلنا تعليم، فالتعليم احنا قلنا كلام في حلقات التعليم لما كنا بنعرض صناع الحياة، هتلاقوها موجود رؤيتنا في صناع الحياة لموضوع التعليم، قلنا كلام كتير، ارجعوا بقى لحلقات صناع الحياة هتلاقوها. لكن عايزين كلام، الكلام ده صناع الحياة كانت 2004. مين شخص انا مش متخصص في التعليم لكن عنده رؤية في موضوع التعليم؟ فلقينا ان في اراء للدكتور احمد جمال الدين موسى وزير التعليم. الاراء دي أعمق لكن ملتقية مع الفكر اللي كنا بنقوله في صناع الحياة في رؤيتنا للتعليم. مطلوب إيه؟ مطلوب، هتلاقوا لينك، اللينك دون بيتكلم على أعمال الدكتور أحمد جمال الدين ورؤيته. ابحث فيه وادخلوا على خطط لمصر في مجال التعليم، شاركوا فيه. طيب أدي المجال الأولاني. المجال الثاني
بحث علمي هتلاقي لينك للدكتور عمرو عزت سلامه وزير البحث العلمي والتعليم العالي عن ارائه في البحث العلمي ملتقيه مع اللي كنا قلنا في صناع الحياه في البحث العلمي. خد اللينك واقرا بالتفصيل وابدا شارك في خطط لمصر. انا عايز عدد كبير يشارك في خطط لمصر من الناس اللي ما عندهمش امتحانات اليومين دول علشان يثروا الفكر بتاع خطط لمصر، علشان اول ما تبدا المسابقه يكونوا جاهزين يقودوا المجموعات كلها. فهمتوا هنشتغل ازاي؟ يبقى كان في فكر لمصر، هتتنقل لخطط لمصر ثم مسابقه تنتهي في بعد رمضان علشان نكون مطلعين مشروعات ان شاء الله ناجحه وجميله وزي الفل. يبقى الدكتور احمد جمال الدين موسى قلنا عليه، والدكتور عمرو عزت سلامه قلنا عليه، العلاقات الدوليه واحنا في لحظه زي دلوقتي نتصالح مع مين ونتخانق مع مين وعلاقه مصر بكذا، وطب والاسلام رؤيته ايه. ففي خبيره انا بقول عليها اعظم من تكلم عن الاسلام الحضاري، دكتوره ناديه مصطفى، استاذ الاقتصاد والعلوم السياسيه جامعه القاهره، واستاذ الاساتذه كل من تسمعوا عنهم خارج من تحت ايد هذه المرأة العظيمة، ولها مؤلفات حوالي 80 مؤلف هتلاقوا ريفرنس. الدكتورة نادية مصطفى في العلاقات الدولية، انتوا عندكم خبرات من خطى الحبيب، احنا كنا بنقول على النبي ازاي بيتعامل مع الجهات العالمية، وانا كنت بقدم الاسلام كما كنت بقدمه بشكل حضاري، لكن مين الاستاذ؟ الدكتورة نادية مصطفى، ملتقي كلامها مع اللي احنا مؤمنين بيه. هتلاقي لينك للدكتورة نادية مصطفى في العلاقات الدولية، مين يدخل في المجال ده ويخطط لمصر في العلاقات خلي بالكم هي دلوقتي خطط لمصر، بس هتتنقل بعد شوية خطط للعالم العربي. طب أنا عايز إيه؟ عايز شباب من العالم العربي يدخلوا معانا في خطط لمصر، علشان ده هيفيد لما نقول خطط لتونس، خطط لليبيا، خطط للعراق، خطط. إيه رأيكم؟ خمس هتلاقوا معانا هذه المجالات وهتلاقوا اللينكات. في حاجات ما فيش فيها لينكات، لكن التلاتة دول هتلاقوا الأمور واضحة جدا جدا جدا. أنا طالب إيه؟ تنشأ فورا، تدخل على عمري خالد دوت نت على ورش العمل، هتلاقي ورشة خطط لمصر، ورشة جديدة أحمد متقسمة ست مجموعات، هتلاقوها متقسمة ست مجالات، المسؤولة عن الورش هتكون منى وجدي. منى وجدي اشتغلت في ورشة اللايف كوتشنج، كانت هي الماسكة ورشة اللايف كوتشنج، هي اللي هتمسك ورشة خطط لمصر. متوقع بقى يعني كده ان شاء الله اعداد كبيره. انا عارف ان الموسم موسم امتحانات وانتم مش فاضيين، بس برضه متوقع ناس كتيره تخش وتقول على الاقل انا ناوي اشارك في المسابقه، انا عجبني التعليقات اللي قالها الدكتور احمد جمال الدين موسى مش عارف في علاقه التعليم بالنهضه، انا موافقه على الكلام اللي قالته الدكتوره ناديه مصطفى وفهمت العلاقات الدوليه في الاسلام. نثري الحوار لغايه ما تبدا المسابقه، هننجح ان شاء الله نطلع حاجه حلوه قوي قوي قوي. ورش العمل دي حاجه عظيمه وانتم هتشاركوا فيها، مستنيكم يا شباب المنتدى تشاركوا معانا. عندي خبر حلو قوي ان احنا في بكره احلى كل اسبوع، مش كده يا احمد؟ كل اسبوع هنتكلم على ورش العمل وعلى المنتدى والحاجات اللي انتوا والافكار اللي بتطلعوها. ربنا يفتح عليكم ويبارك لكم. شوفوا بكره احلى يوم الخميس ان شاء الله، هتبقى فيه مفاجآت جميله هنعلن فيها الخبر ده ايضا. فاشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.